من هاه أعزه وأذلني. يا سلام، الصوت رايح فيها هذا التسجيل. من والله النوم مو هو التسجيل. والله أمس التسجيل جبار كان. يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لا تخون فخنتني. لأقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوما وأقول مظلوما وأقول مظلوما وأنت ظلمتني. خلاص ليه خلاص؟ والله صار باقي ما ملينا. لا والله ما ملينا، ما خلصنا والله. احنا انت تخلص على كيفك. جاء على بالي اللي هي موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. يا سلام يا الله. آه ودك تجي انا ناقه هنا بالله ايش تبي تسوي له يا اخي؟ ها بدي اياها تكون حامل. ايوه اسمع، تبي حامل الناقه حامل؟ بدي اياها تكون حامل. ايه باي شهر ولدها؟ من اللي انت بتولده؟ ايه استر يا ستار. حلو بو 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 تسع بدر. طيب استهين بقدرات طيب. علي عبد المعطي. طيب المهم بولدها وبسوي حركة يعني مو كويسة، بس حاب اني اصير مجرم. اوف ما بخليها ترضع بنتها. تصير هذا بنتها صايد. ما راح اخليها ترضعها. طيب ليه؟ خلينا نكسر الروتين. شو بتسوي؟ كيف تشربها؟ حليب نيدو ولا قهوة ولا شاي؟ طيب خلاص جاي لها بتوضع. طيب اسلم. المهم نشربها حليب ولا قهوة وشاي، يعني لازم نغير الروتين. ناكلها بروست رز. ناكشنها اكشنها والناضج. الله يكشنها بخير. ايوه يا اخي لازم تغير الروتين. يعني ليش يعني احنا البشر يوم تاكل رز يوم تاكل شاورما يوم تاكل بروست، صح مزبوط؟ صح. طيب ليش هن بس يشربوا حليب وياكلوا ياكلوا عشب؟ طيب احنا علم خلي يعلمك مشروعه. شو اسم مشروع المطعم والفندق؟ اوه يا بدر عندي مطعم. شو اسمع شو يقول لك؟ والله هالفكرة لو تصير انا اراهن عليها بتكون ناجحة 100%. حلو. مطعم اسمه مطعم الفندق.
اسم المطعم كذا مطعم الفندق. مطعم الفندق او مطعم الاوتيل. قل ليش؟ حلو؟ حلو. انا اخاف ان الفكره تنسرق، لكن يلا اللي يسرقها الله يسامحه. زبدة انها تشتغل يعني بما انها فكرتي وكذا. المطعم هذا تدخل عليه انت حلو. مثلا خلصت دوامك صح؟ رايح تتغدى بعدين تروح البيت تنام. حلو. انت لما تاكل شو يجيك؟ تدوخ. تجيك خمول. حلو. ونعس. يعني ودك بالمطعم لما تكون بالمطعم تنسدح وتنام وما عاد تطلع صح؟ حلو. هذا بيكون الجلسة، هذه جلسة صح؟ ارحب يا جابر. في مكان الأكل وفيها سرير. لما تخلص على طول تنسدح وتنام. يعني تدخل تتغدى وتنام. وبيكون عن نومي في رسوم على الساعة مثلا 10 ريال. فهمت الفكرة؟ يعني انه مطعم ونوم. مطعم وفندق. ويا سلام. تاكل بعدين تنام تريح ساعتين 3 ساعات لانه يجيك خمول. بعد ما تريح خلاص لما تصحى تبغى العمال يصحوك خلاص قول لهم والله صحوني الساعة 4 العصر يصحوك. تخلص تقول تقدر تسوي اشتراك. والله والله اسمع اسمع يبغى يزيدنا تقدر تسوي نادي مو مطعم هذا. تقدر تسوي اشتراك شهري. تدري تدري مرة سمعت واحد يقول المفروض يعني هو عنده فكرة كذا ان يفتح مطعم وانت تسوي الطبخ بنفسك بالمطعم. في صارت حاليا في وبحث انا ولقيت في مطاعم هلو حلو صار. يعني انت تسوي يعني الشيء اللي تبيه. ايوه لا انت تطبخ بنفسك. لا لكن إيه بس إيه كل الطلبات موفره. موفر الطلبات كل شيء الان تعمل إيه تطبخ تضبط الطلب انت تبي تضبط في البيت احسن في بيتنا. ليش بعد إيه المطاعم لا ايش والله الافكار احسها تروح تعانى يا ابن الله تطبخ ترجع لاهلك. الناس ما تحب في البيت تحب تغير بس فكره شفت افكار ترفيه السيارات الاكل يسمونها الحين ايه ايش اسمها السياره اللي متنقله يبيع فيها ايه ايش يسمونها هاي فهميك من زمان الحين قاعدنا الحين فود تراك. فود تراك قبل من زمان والله تقريبا من شي سنه كنت جالس انا واحد وطرح علي الفكره. من كم 20 سنه من شي سنه حسب يعني قبل ما تطلع السياره اقسم بالله انه طرح علي الفكره واستلمته طقطقه ومصغره سيارة تجيب أكل. تخيل سيارة وانت تأخذ منها برجر. شكيده جاي والله وطقطق عليه إلين بدأت السيارات الحين شوف كبير ما شاء الله اشتغل يعني هو لو سواها كان ناجح بس إيه؟ الحين أنا حطمته هذا الفوت ترك لحم مستمر إيه الحين إيه شغال زي النار والله شغال إيه فيها مربح إذا راح تزحمه من هنا راح شاف الزحمة راح وقف عنده فيها مكسب طيط ايش الفوتراك يعني كذا يجيب سيارة فيها عمرك به وجبات سريعه به يسوي هذه سياره الايس كريم صغير متنفس نفس سياره الايس كريم ايه ما هو بس مطعم كافي في كافيهات في محلات عصائر ايس كريم يعني متنوع يعني ما هو نوع واحد على حسب الرجال منه برجر الثاني شاورما بدل ما تنزل صراحه ما تلاحظوا الحين الناس بدوا يتجهوا كثير لهذه الاشياء الشكليات احس الشكليات خاصه في المطاعم الراقيه صح والله صدق في ناس تدور الشكل يا اخي والله بعضهم طلع عمرك يدخل المطعم عشان الديكور وعشان عشان يصور سناب في مطعم اسمه مطعم اسمه اول بدايه دي بعدين تعرفوه المهم أيوه. كمل المهم تعرفوه هذاك اللي يسوي كوكو كمل عندك في عمان ده عندنا فرع كوكو عندك في عمان عندنا عندنا واحد يا غشي والله انه يحترم رعده وكان اللي هنا والله حلو ها عندنا يا اخي حركات بايخه وغالي دقيقه خل شي غالي اوين تاكل شوف تاكل ايس كريم من فوق حار لما تاكل يطلع لك بارد داخل ما عرفت عمرك حار ولا بارد اجواء متنقله لا المشكله العقل الحين ذاك يعني تورط صح ما يدري حار ولا حار ولا يحس بارد والله كي تحس حار تحس بارد شويه تاكله كذي والله ويوم تاكله كانك تاكل ثلج فاهم كذا وذاك اللي ما يسوي زين والله هذا اللي هني فلوتشي والله نحسن عنه هذه الحركات هذه قسم بالله ان الفلوتشي احسن عنه كلت هذيك في نفس الحركه والله حلو ذاك في محلات شيء والله حلو مو شكل بس اكله بوفيات مثلا بوفيه صغيره في بالرياض محل بوفيه بالصناعيه تخيل بالصناعيه وتبيع حمص يجوها من اخر الرياض عشان ياخذوا من عنده حمص بس حمص مشهور بالحمص عاد انت تحب الحمص هذا واحد من اخوياي بحي اسمه عبد الرحمن رديعانه مساء عليه بخير عنده جاء فكره جديده وشو سياره اتصالات متنقله اتصالات ايه
اتصالات يتصل ايه حق مثل محلات الاتصالات زي الكبينه زي الكبينه اللي كانت قديم باصيانه بها بيع جرابات محل اتصالات حلو هذه صارت كمان محل اتصالات سوى اول من جابه عندنا ما شاء الله وابد تدق عليه يجيك في المكان انت بو والله استراحتك ببيتك هذا والله حلو عنده معه كمبيوترات وباب السياره يسوي صيانه يعني ما تروح تسوي جوالك في الابراج يجيك مكان زين ذا اقسم بالله يجيك طال عمرك وتعطيه الجوال تجلس لين ما يخلص ويجيب لك فكره حلوه اكره أيوه شيء عندي اذا سجل اسوي جوالي وبعدين صارت الناس تمشي على الموال هذا جابر نقدر نستفيد منه هذا ايشو نتصل عليه خليه يضبط جوالك واجد والله احنا مشت الناس تسويه جوالي نسيت الرقم السري كيف اسويه غشي اشفقت عليك عارف ليش؟ لان المشكله لما شاري التلفون شارني قريب ايش هو؟ تلفون بخبركم قصه التلفون الحين هم يقولوا لي كل ما وش اللي تلفونه؟ ها؟ تلفون ايفون ايفون 7 بلس شريت تلفون من زمان نفسي فيه لانه تصويره حلو فلما شريته مخلي الكرتون في السياره وذاك اليوم رايح الدوام لما رحت الدوام تعيد دوام اسبوعين باسبوعين مخلي سيارتي بعيد عن البوابه في الصحراء صحراء كلها صحراء وفي سيائر كثير يلقين اتصال الساعة 11 في الليل 11 في الليل يلقين اتصال اتصل بأخوي هلا مرحبا حيك قال لي انت سيارتك موقفينها برا في الصحراء قلت له ايوه قال لي مسروقة ها ها قال لي مسروقة والجوال فيها الجوال في... لا كرتون جوال وفيها كرتون زين قلت زين الله بالسلام ما قدرت انا قال الحين بيتصلوا بك الشرطة اتصلوا بالشرطة يوم اتصلوا بالشرطة سلام ورحمة الله يا مرحبا لما اتصلوا بالشرطة لما اتصلوا بالشرطة قالوا لي سيارتك هم وقفنا قلت لهم وقفنا بعيد عن البوابة قالوا لي زين قلت لهم كيف مسروقة قالوا لي لا بس مكسورة قيامتها أمي حسبنا أقولها مسروقة كاملة أنا أقصد مسروقة يعني من داخل هم قالوا لي لا الحمد لله لما قالوا لي لا لأني كنت ما بقدر أنام نمت وقمت الصبح وأنا مرتاح رحت استأذنت وش المسروق منه طيب بخبرك رحت استأذنت من الدوام رحت للسيارة يوم رحت للسيارة شوفها مكسورة أطالعها كذا ما مسيتها لأن عشان البصمات طالعتها كذا من داخل إلا شوف السد مفتوح ملعوزة السد وش السد اسمها الدرق والذاك فتحت الدب بالريموت عندي المفتاح فتحت الدب بالريموت عشان بصمة عشان ما المسي اللي حصلك حصلت الدبه كلها مسروقه ما عاد الحاف ومشط الله اعلم الريال هو اللي يعرف لانه شافني يمكن ما تمشط قال باي خلي يتمشط به والحاف عشان تلحبه سرق هذا والله رحومه والله العظيم سرق خنقر حرام محترم خنقر ابوي قديم انا اكثر شيء همني اول بدايه الخنقر سرق اشياء كثير المهم ما علينا منه وسرق منه كرتون ايفون كرتون ما في شيء ايش تبغى ممكن فكر انه جوال شاحن طال عمرك لا ما في شاحن ما في شاحن ما في سماعه كرتون الحال وفكر انه فيه جوال وشاله ايه مستعجل طيب المهم شل المهم شل الكرتون الخاتم الحين لما رحت انا الحين ما عندي الايميل السري الايميل والرقم السري ما فيه موجود داخل الكرتون قلت الحين هذا الريال اكيد بيغير رقم وكذا بيشل التلفون حقه فاهم علي او بيبن التلفون او بيشل الاغراض منه طيب رحت اسمه رحت المحل وقلت لهم هذه صارت هذه صارت المحل هو مسوي لي الايميل هو مسوي لي الرقم السري طيب قال الايميل والرقم السري كلهم معي تعال هاي المصيبه لا لا موجوده معه الحمد طيب. لله فعل فيه خير الحين مشكله الايميل ناقصنا مره ثانيه اللي طيب معك كيف جوالك ايه لو تتواصل مع المحل تعال رقم المحل رقم المحل تاع الحين لازم نشوف رقم المحل كيف تشوف ما لقيته ايش هو تمام شوف لازم من التلفون التلفون بدل طيب اخذ التلفون حالتك كلها اخذ التلفون طيب رصيدك عالي اشوف حالتي حالة وش مستعجل بلي شباب التلفون براي مميز صح؟ اي والله بس البان نكشر لما تاخذ انت تصبه مو لذيذ بس اي والله اي والله يا خيثم عادي عادي مرة صار جيراننا بالاستراحة حنا يوم عرفه طال عمرك مثلا الليلة بكرة عرفه عرفه طبعا اغلب الناس صيام يوم جاء من بكرة حنا بنفطر باستراحة فطور انه مغرب اللي جيران يا ولد باستراحه مروح العالم طالع داخل ولا العسكر والعالم السالفه وش هو كاد يوم دخلنا عندها مثلي استراحتها مسروقه كامله والله العظيم اني دخلتها يا ولد قسما بالله ما في الا فرشه شوف من بلاي ستيشن من لازم كل شيء كل شيء باستراحه مخوف عاد هم زقرت ويحبون الطقطقه واللعب وبلاي ستيشن والدنيا وسماعات وما ادري وش حوسه به هو كله مخوذ ما في الا فرشه وصينية كاسة بها فنجيل وكاسة اي والله
تخيل يا ولد حتى كرتون الشاهي بمطبخ اخذينه، كرتون شاهي كل شيء بمطبخ هذول. انا وكان طال عمرك يسالون بصمات وحاله، هم يجون ناس حولنا بصراحه بعيده يعرفون حقين الصراحه هذول، هم يجون قالوا نعلمك قبل سارق استراحتكم بس تقهون عندنا. قال علمني قال لا تقهون عندنا نعلمكم بس سارق. قالوا يلا قالوا تقهوا عندنا نعلمكم من سارق استراحتكم. هذا حقه بسيط. او كاد هم يروحون كلهم يمهم تقهون. ايش هم يرجعون رجعوا احنا سالهم وش السالفه؟ قال في واحد من استراحه اللي هم راح يمه يقول جيت استراحتكم الصبح في سكر زياده الا في واحد واقف على الباب ويحمل اغراض. يقول انا ما اعرف حقين الاستراحه كاملين، كتم كنه من الاستراحه لكن خلنا يقول خلنا نشوف يا ما يحمل. يوم حمل وخلص ومشى مشى وراه هذاك وصوروا بالجوال، صور السياره صور اللوحه. قال اذا هو سارق وادري انه يشوف يشوف بعدين ادري يعني انه مسروق السياره استراحه. اذا هي مسروقه يوريهم السياره ويوريهم رقم اللوحه ويوريهم والله ذيب ذكي هذا ذيب والله يعني عاوني.